المؤتمر العالمي عن الدور العماني في وحدة الأمة، تنظيم ذاكرة عمان بالتعاون مع الجامعة الإسلامية العالمية ماليزيا. بسم الله الرحمن الرحيم. السادة الحضور، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أتقدم بالبحث الموسوم المراكز التجارية في الخليج العربي مجان مجان في ضوء التنقيبات الآثارية والنصوص المسمارية من بلاد الرافدين. ربما سوف يكون هذا البحث ردا على كثير من الباحثين عندما يقول بداية التجارة لمنطقة أو بلاد مجان أو عمان إنه بداية القرن الثاني والقرن الأول الهجري، ولكن أنا أقول إن بداية العلاقات التجارية لمجان أو أي هي عمان منذ القرن الرابع أو الألف العفو منذ الألف الرابع قبل الميلاد، وهذه نستطيع أن نقف عنها عليها ببعض المؤشرات أو ما زودتنا به التنقيبات الآثارية والنصوص الكتابية في العراق القديم. قبل التطرق إلى عمان، يجب أن أشير إلى أهمية الخليج العربي بالنسبة للنصوص الكتابية القديمة، ولا سيما أجد إن في النص السومري أو في النص الأكدي أو باختلاف اللهجات البابلية هناك عدة صياغ أو عدة صياغة لهذا البحر. فمن هذه الصياغات هي تامتم شابليتم بمعنى البحر الأسفل، وتامتم شاشيلي شامش أي بمعنى بحر الذي تشرق منه الشمس. وكذلك وصفت أو ذكرت اسم عمان باسم مجان. أنا لا أستخدم الكاف، نقول عنها الكاف الجاء أو الجاء الفارسية، نقول مجان باللغة العربية. وبمعنى في اللغة الأكادية مجان تعني أرض السفن، أو كاروم مجان بمعنى ميناء السفن. أحد الباحثين حاول أن يطفي هذه الصفة عن عمان، فمنهم هذا الباحث الهندي ثابير حينما قال لا تعني بأرض السفن أو ميناء السفن، وإنما تعني الماء، ما معناها حاشاكم أو أجلكم الله الحيوان الكبير، وما وجان معناتها الأرض بمعنى أرض الفيلة. أراد أن يزحف الإرث الحضاري لعمان إلى مناطق وادي سند، ولكن الباحثين العراقيين أكدوا بل وأثبتوا من خلال التنقيبات الأثرية والنصوص المسمارية إن مجان هي عمان الحالية، ومن هذه الإشارات أو ما أكدتها هو اللقى الأثرية التي تعود إلى الألف الرابع قبل الميلاد، ولا سيما في المواقع أو في العصور الحجرية الحديثة ابتداء من منطقة جرمو في شمال العراق ومنطقة حسونة في شمال العراق أيضا وفي مناطق تول كبة. جميع هذه المواقع حوت على آثار من المحار والصدف وأنواع من الأحجار، أثبتت التنقيبات الأثرية على أن هذه الأحجار تم نقلها من عمان قبيلة قبل التاريخ، بمعنى قبل ظهور الكتابة. ولكن هذه فيما يخص المناطق الشمالية من العراق، وفي جنوب العراق أيضا وجدت هذه الأحجار وأنواع من الخرز ليس موجودا إلا على الساحل الخليج العربي ولا سيما في مجان في عمان. هذه من الناحية اللقى الأثرية أو الإشارات الآثارية. أما من ناحية النصوص الكتابية، فأنا ارتأيت أن أقسم هذه النصوص الكتابية إلى قسمين: نصوص نعتبرها نصوص تاريخية وتقسم إلى سياسية واقتصادية وأدبية، والعفو والنص الثاني أو ما يعرف باسم النصوص الأدبية. إذن تكمن أهمية مجان أو عمان في ذكرها في النصين، سواء النص التاريخي الذي نعتبره كوثيقة رسمية وفي نص الأسطورة. إذن مدى تأثير
أو مدى أهمية هذه المنطقة بالنسبة لبلاد الرافدين. فيما يخص النصوص السياسية، احنا عندنا في تاريخ العراق القديم نعتمد على أساس الحوليات اللي نسميها كرونيكل أو كرونيكل الخاصة بالملوك، ابتداء من الملوك الأكاديين ثم الملوك البابليين ثم ملوك سومر. أنا ربما قدمت كلمة أكد على سومر، لا أقصد بها دولة المدينة السومرية، ولكن ما جاءت بعد الدولة الأكدية من حيث في منتصف أو في بداية الألف الثالث قبل الميلاد 2371 بالضبط، ثم بعد ذلك جاءت أسرة أو ما يعرف باسم أور الثالثة السومرية. ولكن أجد في نص أكدي من عهد الملك أورنمو في منتصف الألف الثالث قبل الميلاد يذكر النظام السياسي الموجود في عمان، ويذكر اسم الملك ماناؤم، وأنا عندي هذه الصيغة في اللغة الأكادية، لغة جزرية، وإن هذا الملك يحمل اسما جزريا. وذكرت النصوص الكتابية الاقتصادية عدة أسماء لتجار ولمناطق، جميع هذه المناطق والتجار تحمل أسماء جزرية، مما يعكس لي هذه الأسماء إن السكان عمان هم سكان من الجزيرة العربية. هذه فيما يخص بعض النصوص الأكدية، وربما لا يسعفني الوقت في ذكر أو قراءة هذه النصوص سواء كانت باللغة الأكدية أو بترجمتها للغة العربية. نفس الشيء أجد في النصوص الكتابية السياسية مدى أهمية عمان، حيث ذكرت في مقدمة قانون شريعة أورنمو، ذكرت اسم مجان وتجار مجان، وكيف إنهم كانوا ينقلون هذه البضائع، وكيف إن هذه التجارة خرجت عن السلطة، عن أساس سلطة أورنمو أو السلطة السومرية، وكيف وقعت أو أثارت خرابا في الاقتصاد السومري. ثم بسبب الوقت أنا أريد أن أعرج على بعض المسائل أهميتها من الناحية الاقتصادية. عندي جميع النصوص وخاصة في النصوص الخاصة بالقروض ومعاملات التجارية والاقتصادية ذكرت مجان والمواد التي كانت تجلب من مجان، بل حتى إن السفينة التي تذهب إلى مجان كانت تسمى باسم المنطقة أو المنشأ الذي صنعت به. فعندما أقول إلب مجان أقصد بها مدينة مجان، صنعت في مدينة مجان، وإلى يومنا هذا عندما نطلق على السيارة هذه ألمانية وهذه يابانية وكذا وهكذا، فسميت بهذا الاسم. أما النصوص الدينية ولا سيما نصوص الأساطير السومرية والبابلية والأكادية، جميعها ذكرت سواء في قصة الخليقة أو في قصة قلقامش والحياة أو في قصة أنكي وننخرزاك، جميعها ذكرت باسم مجان، وذكرت نحاس مجان. واليوم من الناحية العلمية أثبتت إن النحاس المستخدم في العراق هو كان يجلب من جبال عمان، لأنه يحتوي على نسبة من القصدير تصل إلى 19%. لذلك أثبتت الدراسات العلمية الحديثة أن جميع النحاس المستخدم خلال الألف الثالث قبل الميلاد في المستوطنات الحضارية القديمة هي جميعها كانت من مجان. أنا من خلال الكلام أو الاستعراض أو من خلال الشواهد الآثارية والنصوص الكتابية المسمارية أكدت جميعها على أساس العلاقات التجارية، وكانت لهذه العلاقات التجارية أثر كبير في نقل عناصر الحضارة المتبادلة ما بين حضارة بلاد الرافدين وحضارة نقول عنها وحضارة المستوطنات أو المراكز الحضارية في الخليج العربي، وابتداءً من عمان أو مجان، لأنها تقع في بداية أو رأس الخليج العربي، ثم إلى دلمون البحرين، ومنها إلى فم الخليج، ومنها إلى أورا. شكرا وجزاكم الله خير الجزاء، وأسف السيد رئيس اللجنة على الإطالة.
شكرا للدكتور زياد. البحث التالي للدكتور علي عيد استيعمان الصديق زنجباري، عنوان البحث: تأثر الأدب السواحلي بالأدب العربي، الأدب العماني نموذجا. تأثر الأدب السواحلي بالأدب العربي، الأدب العماني نموذجا. تهدف هذه الورقة إلى دراسة المؤثرات العربية في الأدب السواحلي. لقد شهدت منطقة السواحل الشرق أفريقيا استقبالا وفود العرب من الجزيرة العربية، ونزلوا فيها منذ أقدم العصور قبل المسيح عليه السلام، واختلطوا مع السكان المحليين بعلاقة الدم واللغة والحضارة، واشتدت بعد مجيء الإسلام، ولا سيما العمانيون الذين كان احتكاكهم مباشرة، فظل اندماجهم الساحليين اندماجا كاملا، تركا أثرا جليا في كل نواحي الحياة البشرية. سوف إن شاء الله تنظر هذه الدراسة إلى هذه المؤثرات في المفردات، بناء المصطلحات اللغوية والأدبية، الشعر السواحلي، الأمثال السواحلية، والأصوات المقتبسة أو المقترضة من العربية. المفردات السواحلية كما ترون في الشاشة هنالك، يعني كما تقدم الذكر بعض الباحثين أن السواحلية المتأثرة بالمفردات العربية، يعني توضح هذا الجدول أن المفردات دال على أرقام حسابية وعوامل تجارية. يعني كما عرفنا بأن زنجبار يعني أول العرب الدخول في شرق أفريقيا كانوا من التجار الرحالة، فلذلك نجد أن هذه المفردات تختص بأرقام حسابية ومفاهيم تجارية. يعني في الأرقام نجد مثلا 6 7 9 20، يعني ألفاظ العقود كلها من 20 إلى 90. كذلك كثير من الألفاظ تختص أو تتعلق بمفاهيم التجارية. كذلك الألفاظ الدالة على مفاهيم الإسلام والتعليم، يعني نجد أن الإسلام نقول وإسلام مسلم، إمام إمام، أمير أمير، إيمان إيمان، مؤمن ذنبي بين الذنب، ثواب ثواب، حلال معلم نقول معلم، يعني حرفنا قليل، يعني كتاب نقول كتاب، كرتاس كرتاس، درس درس، فصل دراسة، يعني فصل أو الحجرة دراسة نقول دراسة، يعني الحجرة دراسية، تعليم، خط حتي، فهم فهم، سهو سهو، نعم. هذه الألفاظ دالة على مفاهيم الإسلام والتعليم. كذلك هنالك المصطلحات اللغوية والأدبية، يعني لم تكن يعني التأثير في المفردات، ولكن كذلك في المصطلحات اللغوية. وكذلك يعني هذا التأثر لم تكن على مفردات فقط، ولكن دخل أو بلغ إلى 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 بناء أساسية اللغة. يعني لم يكن تأثير اللغة العربية على اللغة الساحلية في تزويد مفرداتها فحسب، وإنما بلغ تأثيرها إلى البنية الأساسية للغة الساحلية، كما يتضح ذلك في أدوات الربط والوصل، حيث تستخدم بنفس الصيغة وبنفس المعنى ك
كما هو مستعمل في اللغة العربية، وهي كما، نقول كما، إلى حتى، ولا، لكن. في العربية نقول لكن، يا لكن أو لك، نعم لكن، لأن غير متأثرة بالعراق. بلا نقول بلا، لو، بعد نقول بعد، يعني بعد بعد، قبل يعني نفس، يعني بعضي، كلا، كل، أو يا. وبالجدير بالذكر بأن هذه الروابط أو الواصل لا توجد بديلا من لغة البنتوية أو لغة المحليين إلى لغة العربية، فلذلك أمر مستغرب يعني. وهذه من الشواهد من أدلة التي بعضهم يستدلون بأن لغة السواحلية هي مشتكة من لغة العربية، لأن لا توجد الروابط يعني هذه كلمات بدلا يعني في اللغة البدوية. المصطلحات الصرفية والنحوية يعني كذلك، يعني اللغة يعني علماء اللغة يعني اشتكوا أو أخذوا المصطلحات من لغة العربية، وهذا طبيعة أن وجود علماء العمانيون والدروس اللغوية والدينية والإسلامية يعني اشتكوا يعني من مصطلحاتهم من لغة العربية، فلذلك تجد كثيرا من المصطلحات الصرفية والنحوية والأدبية، مثل ضمير نقول كيوكيليشي. كيوكيليشي هذا من كلمة وكالة، يعني وكل يوكل، فكان يوكل، لأن الضمير دائما يأخذ مقام الاسم، فأنا يوكل ويأخذ مقام الاسم، ولذلك أنا أقول كوكليش. نحو الصرف أخذنا كلمة نحو الصرف، يعني أخذنا الصرف، يعني كن صروفي. صروفي معناه يختص بالنحو والصرف. ثم إراب، معنى إراب مركب اسم، كل كيمة الأصل من قام بالعربية، قام يقوم قائما، ذلك حرفنا إلى كيمة. اثنين بس سبحان الله. ثم المصطلحات اللغوية والأدبية، يعني هذه المصطلحات كذلك اشتق من المصطلحات، لكن كذلك المؤثرات في الأمثال السواحلية، هنالك بعض الأمثال مقترضة من العربية، مثال يعني هنالك يعني نقسم نوعين، التأثر بالمفردات والتأثر عن طريقة الاقتراض. التأثر بالمفردات مثلا تحذري قبل يا أثري، تحذري قبل يا أثر، يعني كل هذا تحذر قبل الأثر، نجد هنا كلمة واحدة بس هي ليس العربية. هيري نصف شعر كلك شعر كامل، نصف شعر خير من شعر كامل. عافية نمالي، العافية ماله. أحد ديني، الأحد دين. ثم هنالك بعض الأمثال المقترضة من أمثال العربية، سواء كان ترجمة حرفيا أو هي نفسه يعني المثل، مثال سمك كوبا هم لم دوغو، يعني السمك الكبير يأكله صغير. نعم، سبيرا أفنغوا فراجا، الصبر مفتاح الفرج. بابو كو بابو كما هو كتجيوي، هذه كل كلمات سواحلية، لكن هذا مأخوذ من المثل العماني أو العرب، حبل الدوم يقص الحجر. ثم هيري كينغا كوليكو تيبا، الوقاية خير من العلاج. في الشعر يعني متأثر بكل يعني مفاهيم الشعر العربي، سواء كان في المصطلحات وفي الأوزان، إلى أن الشعر الساحلية تختلف عن الشعر العربية، لأن الشعر العربية دائما يتضمن بالتفعيل، أما الساحلية بالمقاطع كما ترون. هنالك مثل هذا البيت متأثر بالمفاهيم الإسلامية واللغة العربية، مثال بسم الله نعازة جنا لمولا كريمة مجوزي ألتفونزا ووحي نإلحاما نمتومي وكجازا يلوميما نحراما يا ربي تupe elimu tupiganie Islam. يعني بسم الله أبتدي، بسم الله رب الكريم الخير علمنا بالوحي والإلهام
وبالرسل أخبرنا بالحلال والحرام يا رب رزقنا علما نجاهد بالإسلام. ثم هنالك الأثر الأصوات والخط. هنالك الأصوات مقتبسة من العربية وهي عبارة عن اكتراث المفردات العربية إلى السواحلية مثلا، وهذه الأصوات لم تكون أصلا في لغة السواحلية، مثل الثاء يعني ثمن، يعني في كلمة ثمن، أو صوت الخاء والصوت الصاد والصوت الضاء. تجد أن الألفاظ متضمنة هذه الأصوات كلها من العربية. وأخيرا هذه دور العمان، تتحدث عن دور العمان في تطوير وفي نشر لغة العربية لو كانت الوقت متسع، وكذلك إسهام الأدب العماني في توحيد الأمة الإسلامية، وهذه الألفاظ الساحلية المقترضة من العربية، ثم نماذج الشعر العربي وكذلك النماذج الشعر الساحلية، ثم نتائج يعني إن العلاقة بين اللغة العربية الساحلية علاقة قديمة ووثيقة. اتضح من هذه الدراسة أن موقف سلاطين عمان في محاربة العنصرية الطائفية المذهبية وجلب المصالح وتقديمها لجميع الشعوب السواحلية شرق أفريقيا دور متميز حقق استقرارا وأمنا للشعوب المنطقة متمتعين بالوحدة الإسلامية تحت الإمام العادل. أثبتت هذه الدراسة أن العمانيين لهم أعظم مكانة ومساهمة في تطوير اللغة السواحلية، وذلك عندما اتخذوها لغتهم للحكم والإدارة بجانب اللغة العربية، بينما وقف مع الساحلين على صعيد واحد في نشر وتطوير تطويرها شعرا ونثرا. لغة لم تكن تأثير العربية في المفردات فقط، ولكن تجاوز إلى بعض البنية الأساسية للغة. وأخيرا تأثر الشعر السواحلي بالشعر العربي، وذلك باقتباس مصطلحاته العروضية ونحجه في نظام الكافية. وشكرا لحسن استماعكم. يعني نستخلص منها أن تجارة عمان وعلاقات عمان التجارية مع سواء الدول المجاورة لها أو مع شرق آسيا أو مع الهند لم تبدأ مع الإسلام أو قبل الإسلام بقليل، وإنما تعود ربما إلى 1400 قبل الميلاد، وهذا ما تم إثباته من خلال هذه البحوث التي اعتمدت على النصوص المسمارية التي تم العثور عليها وترجمتها. نفتح المجال لأقل من 5 دقائق للمناقشات إذا أكو سؤال. بسم الله الرحمن الرحيم، نشكر الجميع لما قدموا. سؤالي للدكتور الجميلي، ذكرت عن العلاقات البلاد الرافدين السومريين خاصة مع مجان ودلمول. هنالك بعض الباحثين من يقول بأن حضارة ميلوخة أيضا قامت في عمان وخاصة في المنطقة الشرقية من عمان، أو أنها امتدت إلى 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 عمان. سؤالي هو هل فعلا حضارة ميلوخة قامت في عمان أم أنها كان لها إقامة في الهند ولها جلال عمان؟ شكرا. شكرا. هنا حقيقة ليس سؤال بقدر ما هي مداخلة للدكتور عماد بخصوص موضوع أثر الهجرات السكانية. نعم هذا صحيح، فقد كان التأثر كبير بدليل أن في زنجبار أيام البوسعيديين حكام عمان أو سلاطين زنجبار آنذاك هناك كان يعيش في كنف الدولة العمانية العديد من الأجناس، طبعا إضافة إلى العرب العمانيين كان هناك أيضا الحضارمة وكان أيضا هناك الهنود وهناك السواحلية وهناك القمريين، فأكثر من جنس واحد كان في بوتقة واحدة. وهنا يحضرني استشهاد للمغيري عندما قال
من جميل أخلاق سلاطين زنجبار عدم التعصب والجنسية والأديان، فجميع الأجناس النازلة بزنجبار من غير الجنس العربي قد قابله سلطان زنجبار بغاية الاحترام والمواساة في جميع أمور الحكومة وغير ذلك. ومهما تصفح تاريخ زنجبار لا تجد فرقا بين العرب وسائر الأجناس. الشيء الآخر أيضا المصاهرة ما بين العرب العمانيين والأجناس أيضا المقيمة هناك في زنجبار حتى وصل إلى الأسرة الحاكمة. نقطة أخرى رجاء إذا سمحت لي إن شاء الله، بالنسبة للورقة الأخيرة طبعا وهي للدكتور علي بخصوص تأثر الأدب السواحلي. نعم، فأيضا اللغة السواحلية كانت تكتب بحروف عربية إلى عهد الاستعمار عندما تم استبدالها إلى الحروف اللاتينية. كذلك بالنسبة للأدب أيضا فقد تأثر أو فقد نظم العلماء العمانيون هناك شعرا كان ينتهي بقافية سواحلية مثل الشيخ أبو مسلم البهلاني عندما كان يخاطب خادمه الخميس: يا خميسا يا مهوكا لا تقل عني مهوكا، كلما أسأل عنك قيل عني ودوكا، أو شيء من هذا القبيل. بس المداخلات قصيرة. اللغة السواحلية نحن نتغنى الآن بتأثر السواحلية باللغة العربية، لكن الآن في هذا الوقت يكاد مد اللغة العربية اللغة السواحلية في المفردات يكاد انقطع وحل محلها هذا الهجوم الشرس للغة الإنجليزية على كل اللغات. فالآن اللغة السواحلية حاليا انحسرت الألفاظ العربية في الحساب وتحل محلها الألفاظ الإنجليزية حتى في استعمال الأرقام عند عامة الناس. الآن مع تقديس يعني الإخوان في الشرق الإفريقي للتحية باللغة بلفظ السلام عليكم، يأتي الآن شخص ويقول مامبو مامبو، خلاص يعني القصة وما فيها أن توقف الآن الألفاظ العربية في اللغة السواحلية بدأت تقل وتحل محلها الألفاظ الإنجليزية. نعم. شكرا. يمكن دقيقة لو سمحت، أقل دقيقة. يمكن لتأثر الألفاظ يعني أن يكون عندما يتطور هذا البحث على مستويين: التأثر المباشر والتأثر غير المباشر. مثلا كلمة سماك سكاري من سكر، لكن عندما تسمع مثلا كلمة أسانتي سانا عندما تبحث فيها بدقة تجد أنها أحسنت صنعا عندما يقدم لك إنسان معروف. عندي مداخلة بسيطة كذلك للأستاذ عماد الشمري في تأثر الأجناس وتأثر الطباع. أنا أبشره أنه ما زال إلى يومنا هذا اللبس الرسمي البروتوكولي لزنجبار هو هذه الدشداشة وليست العمامة وإنما الطاقية. اللبس الرسمي البروتوكول لزنجبار إلى يومنا هذا ما زال اللبس العربي الخالص. سلام. شكرا جزيلا. آخر مداخلة. شكرا. أهلا وسهلا. سمعت من كلام عمران في التجارة بين عمان والسبيل، ولكن ما سمعت علاقة التجارة العمانية القديمة بالحجاز. أن أما هناك علاقة بين التجار العرب وبين الحجاز مع إخواننا العمانيين من المسلمين أو هذا هذه الفترة. سؤالي الخاص بالأستاذ الدكتور عن الاستباحة. نحن الآن في وسط استعمال السلاح الوسط أو الوسطية. ما هي مفهوم الوسطية عند الحكومة السواحلية؟ شكرا جزيلا. قصيرة بس. نعم. مداخلتي لدكتور علي عيدي، أنت مررت بشكل سريع على تحليل أو طرح ينحو إلى تفسير اللغة السواحلية على أنها مشتقة من العربية، وهو طرح جديد ومفاجئ بلا شك ويحتاجه. أتمنى أن تنزل قليلا في تحليل هذه النظرية. إذا المتداول أن اللغة السواحلية هي مزيج بين اللغة العربية ولغات البنتو الأفريقية. أنا أخبرني أيضا أخي إبراهيم
سلطان، لأن هناك مثلا يمكن أن تضمه إلى قائمة أمثالك، وهو يجب نقلا حرفيا عن العربية، يقولون مسافري كثير، الذي يشير إلى أن المسافر بسبب ضرورة السفر قد يقترف الكثير من يتجاوز في الكثير مما يتعلق بالمحرمات إذا أنها يستبيحها بسبب الضرورات. شكرا جزيلا. شكرا جزيلا. بالنسبة لملوخة، مدينة ملوخة، والبحث شوية طويل فيه نصوص ويؤكد بأن الملك غوديا ملك سلالة لقش الثانية قد أتى بالعقيق الأحمر والحجارة من مدينة مجان وملوخة، ولكن هنالك عدم اتفاق على تحديد مدينة ملوخة، هل إنه هي بلاد السند أم إنها الحبشة؟ قسم يذكرها بلاد السند وقسم يذكرها الحبشة، ليس هنالك اتفاق في الآراء على مدينة ملوخة. أما سؤال الأخ الأستاذ عن الحجاز والقريشيون، موضوع أقدم إلى 1400 قبل الميلاد، وأخذنا نموذجا، قلنا نموذجا أشهر الموانئ، أشهر الصلات التجارية، أخذنا نموذجا اللي هي عمان والبحرين كنموذج، وإلا هي صلات تجارية موجودة بس 1400 قبل قريش، يعني مو قبل الإسلام، قبل الميلاد. شكرا. أولا الشكر للإخوة المتدخلين في الموضوع، والمفهوم الوسطية لست أدري سوف أوفي يعني معناها أو مفهومه يعني بكامل، يعني الوسطية يعني خير الأمور أوساطها. ربما في نقل هذه المصطلحات، طبعا أنا اللغة السواحلية هي منتمية إلى بنتوية، فلذلك يعني تفرض المفردات إلى 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 السواحلية، فلذلك تجد مثلا لا ننطق يعني نطقا كما هو منطوقا في العربية، فلذلك تجد بعض مثلا المفردات يعني الأصوات غير موجودة في السواحلية، مثلا محرف، مثلا سبع لا نقول عين لأن غير موجود، فلذلك نقول سبع، فلذلك ممكن نأكل الوسط يعني بين الصاحلية والعربية، هذا في من اشتقاق المصطلحات. أما يعني حول لا أعرف هل كان سؤالا أو مداخلة، مداخلة بس إن شاء الله. شكرا جزيلا ونشكركم. شكرا جزيلا سيدنا الجسر، حقيقة أشكر الأخ وأشكره على هذه البشرة التي تقول بأن الاستعمار لم يستطع إلا نزع العمامة والسجالة الطاقية، وأنا أخشى أن تأتي رياح التغيير والعولمة فتزيل الطاقية وتستبدلها بشيء آخر. شكرا جزيلا، ولكن لي إجابة باعتبار درس منطقة الشرق الأفريقي بالنسبة للوسطية، وأعتقد أن الأستاذ الدكتور من ماليزيا لم يقصد الوسطية في اللغة، وإنما الوسطية في اكتساب الدين واكتساب العادات. حقيقة يتميز الأخوة في، وأنا عشت في منطقة قريبة هي في السودان وجنوب السودان، وتواصلت مع أخوة من مناطق شرق أفريقيا وليد صداقات معهم، ووجدت بأن الدين الذي وصل إليهم لا يعترف لا بمذهبية ولا بتشدد، وإنما هو دين وسطي يأخذ بالأساسيات وكل الأشياء التي أتت، حتى أن بعض العمليات التي سميت بالإرهابية في مناطق شرق أفريقيا والذين قاموا بها هم ناس قد جاءوا من الخارج أو أنهم اكتسبوا علومهم من مناطق خارج الشرق الأفريقي، وكل المدارس الأفريقية ومدارس الدينية في أفريقيا هي مدارس تعتمد على الوسطية وتعتمد على الاعتدال والتسامح، ولذلك نجد أن السواحليون بطبيعتهم وبطباعهم كانوا سفراء في المناطق الأفريقية الأخرى في نشر الدين الإسلامي. شكرا جزيلا. شكرا جزيلا، نعلن انتهاء هذه الجلسة. شكرا لرئيس الجلسة والمشاركين في هذه الأوراق في هذه الجلسة. نعلن للجميع نظرا لزيارة سعادة نائب رئيس الجامعة.
الكلمة الختامية. تفضل دكتور. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فقط ننتظر حتى ينتهي الأذان وأتحدث يعني إن شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، إحنا إن شاء الله يسعدنا أن تكون هذه الجلسة الختامية. كما ذكر الأخ المقدم منذ قليل، إحنا اضطررنا إلى تبكيرها قليلا نتيجة انشغال فضيلة الدكتور الأستاذ الدكتور عبد العزيز برغوت، فستكون وسنستكمل بعدها الفقرة الأخيرة أو الجلسة الأخيرة في هذا المؤتمر. استلمت اللجنة المنظمة اقتراحات كثيرة جدا في قضايا التوصيات، وتم صياغتها ومناقشتها، وانتهت إلى مجموعة من الأشياء العملية، وهي كلها أشياء عملية إن شاء الله. نرجو من الله سبحانه وتعالى أن يعيننا جميعا على تنفيذها ومتابعتها بشكل فاعل الفترة القادمة. أول هذه التوصيات هي تشكيل لجنة من كبار العلماء المسلمين للتقريب بين الفرق والمذاهب الإسلامية تحت إشراف المعهد العالمي للوحدة الإسلامية بالجامعة الإسلامية العالمية بماليزيا. إقامة متحف إسلامي دائم في عمان يجسد تاريخ التواصل الحضاري وقيم التعايش العماني. إقامة لقاءات وندوات في الوسائل الإعلامية المتعددة على هامش المؤتمرات في المرات القادمة إن شاء الله. الحرص على الاهتمام بزيادة الإنتاج الفكري العماني كونه المتحدث بلسان تاريخ ونهضة عمان. تعزيز مواضيع الوحدة الإسلامية في المناهج الدراسية على المستوى الجامعي وعلى المستوى ما قبل الجامعي أيضا. توعية المجتمعات الإسلامية عبر وسائل الإعلام المختلفة بضرورة غرس مفهوم الوحدة الإسلامية بين أبناء المسلمين. تنظيم مؤتمرات سنوية لتشمل جوانب متعددة مختلفة في كل مرة، وتسهم في تعزيز أواصر الأخوة والوحدة الإسلامية في العالم الإسلامي. اختيار عدد من الباحثين لإخراج كتاب موسع حول موضوع الدور العماني في الوحدة الإسلامية، وتوسيع أفاق التعاون بين عمان والجامعة الإسلامية العالمية من خلال تبادل زيارات العلماء والباحثين.
دعوة السلطنة إلى تشجيع الحركة الفكرية الداعية إلى وحدة الأمة ونبذ الخلاف المذهبي والتعصب من خلال فتح مراكز بحث أو تأسيس مجلات متخصصة، إقامة منتدى فكري فصلي حول الوسطية والوحدة، فتح تخصص بالجامعة الإسلامية يعنى بقضية الوحدة الإسلامية والتسامح الفكري، توفير منح دراسية عليا بالجامعة الإسلامية العالمية بماليزيا في مجال دراسات الوحدة الإسلامية، طبع البحوث المقدمة وتوزيعها على الباحثين المعدين لها، وأخيرا وليس آخرا طبعا إنشاء كرسيين للسلطان قابوس في ماليزيا، أحدهما يعنى بالدراسات اللغة العربية والآخر يعنى بدراسات الوحدة الإسلامية والوسطية. أنا أكرر شكري للإخوة الذين ساهموا في تقديم هذه التوصيات خلال اليوم الأول واليوم الثاني وصباح اليوم، وأيضا اللجنة المنظمة التي يعني جلست وصاغت هذه التوصيات بشكلها النهائي، وأيضا أكرر شكري للإخوة الذين عاونونا في تنظيم هذا المؤتمر، وزارة الأوقاف العمانية ودورها يعني مشكور ويعني ودعم كبير جدا، السفارة العمانية والملحق الثقافي العماني، أيضا ذاكرة عمان وهي التي دعت إلى هذا المؤتمر، ويعني طبعا اللجنة المنظمة بشكل رئيسي دعمها وتعاونها هو مع رابطة الطلبة العمانيين في الجامعة الإسلامية، فنشكرهم جميعا على الدور والجهد الخارق الذي بذل في التحضير إلى هذا المؤتمر والتعاون معنا في تحضير هذا المؤتمر، ونشكركم جميعا على الحضور والتفاعل، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يديم علينا نعمة الأخوة والوحدة، وأن يعني يدفع العالم الإسلامي إن شاء الله إلى مواقع الحضارة والقيادة في القريب العاجل إن شاء الله، وشكر الله لكم. السلام عليكم. هل في ملاحظات إضافية على هذا الكلام؟ أنا يعني إحنا استلمنا الأشياء وصغناها إلا إذا كان في أتفضل. الميكروفون بس عشان يكون في ميكروفون قريب للفرنسي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اسم محمود محمد علي من جامعة العلوم الإسلامية الماليزية. حقيقة أنا أشكر الأخ دكتور طرف فارس وليد فارس والجامعة الإسلامية، وإضافتي بسيطة جدا. كرسي السلطان قابوس دراسات اللغة العربية هو ورقتي، وأنا أنتمي لجامعة أخرى تسمى جامعة العلوم الإسلامية الماليزية وهي جامعة حكومية، والحمد لله الأخوة اقترحوا كرسيين، فأنا أتمنى بإذن الله بعد إذنكم يعني لدي مقترح كامل ومعلومات وافية من سلطنة عمان ومن الجامعة الإسلامية وأعمل هذا جهد فترة طويلة، أن ينص فقط أنه الكرسي دراسات اللغة العربية بحث اللغة العربية أن يقام في جامعة يوسيم، وهي جامعة حكومية ماليزية، وأنا أيضا أعمل فيها محاضر فقط ومطور لا مالك لها، وكلنا الحمد لله نعمل في جامعة في ماليزيا، فلو تكرمتم لأن هذا الجهد بدأت فيه يعني وتعاون معي أخوة كثر، والجامعة العلوم الإسلامية من الجامعات الحكومية وتطوير اللغة العربية فيها من سياسات ماليزيا، وشكرا جزيلا. طيب هل في ملاحظات أخرى؟ شكرا دكتور محمود. هل هناك ملاحظات أخرى على التوصيات؟ أنا أعتقد يعني شملت كل ما ذكر على الأقل حسب ما وصلنا يعني. طيب إذا لم يكن يعني هناك أي ملاحظات أخرى على التوصيات، فإحنا إن شاء الله ستتم طباعة التوصيات ونأخذ في الاعتبار ملاحظة الدكتور محمود. إحنا ذكرناها بشكل عام بالمناسبة، كرسيين في ماليزيا لم نحدد المكان يعني كرسيين في ماليزيا فإن شاء الله يعني نطبعهم وسيرسلوا إلى كافة الإخوة المشاركين باللغة العربية وباللغة الإنجليزية أيضا إن شاء الله بإذن الله تعالى، ونشكركم جميعا على حسن التعاون مرة أخرى وعلى الدعم، وشكر الله لكم. السلام عليكم.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أيها الإخوة الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بداية دعونا نرحب بكم مرة أخرى إلى الجامعة الإسلامية العالمية، ونحن على وشك الانتهاء من هذا البرنامج المفيد والقيم، فنحن سعداء بوجودكم جميعا هنا معنا في هذه الجامعة التي تعرف بجامعة أو حديقة المعرفة والفضيلة. وكما تعلمون جميعا فإن هذه الجامعة أسست لتخدم أبناء العالم الإسلامي، ولذلك عندما تبحثون في تاريخ الجامعة، عندما أسست في 1983 أسستها حقيقة هنا في ماليزيا، ولكن من مؤسسي هذه الجامعة منظمة التعاون الإسلامي، منظمة التعاون الإسلامي بالإضافة إلى مجموعة من الدول مثل المملكة العربية السعودية وتركيا وليبيا والمالديف وبنغلاديش وباكستان. والهدف الأساسي لهذه الجامعة هي أن تساهم في توحيد هذه الأمة أولا، وثانيا في بناء وتأهيل الكوادر لهذه الأمة. الآن بعد 30 سنة من تأسيس هذه الجامعة، نجد في رصيد هذه الجامعة حوالي 65,000 طالب من أبناء هذه الأمة من كل الدول الإسلامية، ونحن نعتز بهذا الأمر. وكذلك نجد في رصيد هذه الجامعة أنها عقدت عشرات بل مئات المؤتمرات والندوات من أجل القيام بهذه المهمة أو هذه الرسالة أو هذه الوظيفة، وهي توحيد هذه الأمة وتنمية هذه الأمة. ويأتي في هذا السياق هذا المؤتمر الذي أنتم فيه اليوم أو هذه الندوة. وقبلها حتى فقط أضع إطار لما أريد أن أذكره لكم، هذه المعهد العالمي لوحدة المسلمين في 4 أو 5 سنوات الماضية قام بمجموعة من المؤتمرات وبمجموعة من الندوات، كلها تصب في يا إما توحيد الأمة أو تنمية الأمة أو التطوير الحضاري للأمة. ومؤخرا كان عندنا مؤتمر أو كانت مؤتمرات حول الإسلام في آسيا، دور المسلمين في آسيا في نشر الإسلام، الإسلام في إفريقيا، نشر الإسلام في إفريقيا والمؤسسات والعلماء والأفراد الذين ساهموا في هذا الأمر. ثم تحدثنا عن دور الحضارمة واليمنيين في نشر الإسلام في هذه المنطقة أو في هذه الربوع من العالم. وأنتم اليوم أو في هذه الأيام أو في اليومين الماضيين تحدثتم عن دور عمان في نشر الإسلام أو في نشر منهج الوسطية في هذه المنطقة وفي غيرها. ونحن نخطط إن شاء الله في خطتنا الاستراتيجية أننا في العام المقبل سيكون لدينا مؤتمر إن شاء الله، مؤتمر دولي تقوم به هذه الجامعة في دور مكة ودور المدينة المنورة ودور المملكة العربية السعودية في كذلك نشر هذا المنهج أو نشر الوسطية. وسيكون لدينا في العام الذي يليه مؤتمر آخر في دور شمال إفريقيا في نشر الإسلام وفي توحيد الأمة. ولذلك نحن نريد أن نوصل لكم رسالة أن هذه الجامعة رسالتها واضحة، وهي أنها تريد أن تستفيد من كل أبناء هذه الأمة في نشر الإسلام وفي نشر هذا المنهج الوسطي. ونحن سعدنا بحضور كثير من الإخوة من دول مختلفة إلى هذا المؤتمر. لدينا حسب ما ذكره الدكتور وليد أساتذة من أحسن الجامعات في المملكة العربية السعودية وفي اليمن وهنا في ماليزيا ومن عمان ومن دول أخرى كثيرة ذكرها الدكتور وليد. ونحن في هذا المقام نشكر الأخ الدكتور وليد والذين ساهموا
سواء من ذاكرة عمان أو من السفارة أو من الملحق الثقافي أو من كل المؤسسات والأفراد الذين ساهموا في جعل هذا المؤتمر يصل إلى هذه التوصيات التي ذكرتموها والتي نتمنى أن نراها في الواقع. وكما قلنا من قبل ونقول الآن أن هذه الجامعة لن تدخر وسعا في أن ترى هذه التوصيات يعني تكون مطبقة في الواقع. الحقيقة قبل أن أختم كان من المفترض أن مديرة الجامعة تكون موجودة معكم اليوم هنا لكي تختتم هذا البرنامج، ولكن هي اليوم في كما يقولون باللغة الإنجليزية medical leave يعني مريضة، فلا تستطيع أن تكون موجودة معكم، ولدي منها رسالة لكم وكلفتني بأن أنقل لكم هذه الرسالة لكل الإخوة الحضور الموجودين هنا. وهذه الرسالة تتعلق ب يبدو أن المديرة في يوم الافتتاح عندما افتتحنا البرنامج ذكرت المديرة في كلمتها الافتتاحية بعض الأمثلة أو أشارت إلى مسألة أنها ذكرت أن كان فيه مقابلة أو كان فيه فيديو في منطقة أو في مكان ما، وهذا الفيديو كان يسأل الطالبات أو يسأل بعض يعني المستجوبين عن قراءة الفاتحة وكذا وما استطعت أن تقرأ، وذكرت وكأنه فهم أنها ذكرت أن هذا في المملكة العربية السعودية أو وكذلك ذكرت مسألة أخرى خاصة بأنها كانت فكرتها الأساسية أن تتكلم عن أننا نهتم أكثر بالعلم والمعرفة وأننا نؤسس جامعات وكذا بدل من أن نؤسس قصور أو هذا إذا تذكرتم هذا الكلام. فهي الرسالة التي ننقلها من المديرة إليكم أنها في الحقيقة عندما ذكرت هذه الأمور ليس لها نية أنها تتحدث عن أي دولة من الدول أو أن هذا المثال حدث في تلك الدولة وهي المملكة العربية السعودية، وهي تعتذر رسميا أمامكم هنا للإخوة الحضور، هي تعتذر، وكان المفروض هذا يأتي من عندها من الأخت المديرة لأن ربما فهم الكلام في سياق معين فهي تأثرت بالأمر بعد أن خرجت، ولذلك نحن كجامعة إسلامية عالمية هنا نعتذر للإخوة من المملكة العربية السعودية ومن الإخوة الذين ربما وصلهم هذا الإحساس والشعور. فكما ذكرت في المقدمة أنه ليست الحقيقة نيتنا، وكذلك فيما يتعلق بموضوع أنها ذكرت موضوع التربية والتعليم فهي لا تقصد أي ملك من ملوك العالم الإسلامي ولا تقصد أي واحد، وإنما الفكرة الأساسية التي تنقلها المديرة للإخوة هنا أن التعليم وأن التربية هي الحقيقة هي المدخل لأي نهضة أو لأي تطور أو لأي وحدة إسلامية. لا يمكن أنتم تعلمون وترون ماذا يحدث في أبناء الأمة من الاختلاف وكذا، وطريقنا هو كيف نرفع هذا الظلم الذي وقع علينا نحن من أنفسنا، ربما قل هو من عند أنفسكم كما يتكلم القرآن، وإن الله لا يغير ما بقوم حتى يغير ما بأنفسهم. ولذلك نحن هنا نريد أن نكون مصارح للعلم والمعرفة، ولذلك نحن نعتذر مرة أخرى والمديرة تعتذر لكم جميعا هنا إذا كان قد صدر شيء آخر وأثر أو تأثر به أي واحد من الإخوة الموجودين هنا وخاصة الدولة التي ذكرناها. أيها الإخوة الكرام، نحن نشجعكم ونشجع كل الأعمال التي تقوم في هذه الجامعة، ونشكر الأخ البروفيسور وليد، وكما تعلمون أن البروفيسور وليد في الحقيقة هو مهندس، ولكن قد بعضكم قد سأل ماذا يعمل الدكتور وليد كمدير للمعهد العالمي لوحدة المسلمين. في واحدة من فلسفات هذه الجامعة هنا أن المهندس عندنا أو الطبيب أو كذا يمكن أن يكون مدير لمعهد الوحدة، وممكن أن يكون مدير للعلوم الاجتماعية والعلوم الإنسانية، لأن فكرة الجامعة مبنية على فكرة التكامل، وخريج هذه الجامعة يريد أن يكون بمهارات متنوعة ومختلفة. ولذلك أيها الإخوة الكرام،
أكرر سعادتي وسعادة الجامعة الإسلامية وقيادة الجامعة الإسلامية بحضوركم هنا معنا، وإن شاء الله نراكم في برامج كثيرة وقريبة جدا، وسيدعوكم إن شاء الله الدكتور وليد في العام المقبل للمؤتمر الذي تكلمنا عنه، عن دور هذه الأمة وعن دور هذه الدول في وحدة المسلمين. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. المشاركون في هذه الورقة دكتور سيف الجابري،